ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يا ترى ايه اكتر حاجه ممكن تزعج حضرتك او تزعج حضرتك لما بتكون نايم بالليل؟ انك تدخل الحمام او تروح الحمام كتير، يعني التبول ليلا باستمرار. وخليني اقول لحضراتكم ان من احد الاعراض ان انت بيبقى عندك كده قطعت دوره النوم بتاعتك، يكون عندك ارق، ضعف التركيز، مفيش ذاكره، حتى اصلا اثناء العمل بتبقى قاعد مش مركز تماما علشان هذه المشكله. ولكن تعالوا نتعرف مع بعض في حلقه النهارده ايه هي اهم الاسباب وايه هي افضل الوسائل اللي نتخلص بيها من هذه المشكله، علشان هتكون حلقه مهمه جدا مليانه بكل التفاصيل. تابعوا معايا لحد نهايه الحلقه. مشكلة التبول بالليل باستمرار أو بتعرف باسم النكتيريا دي بتكون مش مشكلة متعلقة بالمثانة، ولكن دي بتكون مجرد عرض لمشكلة أكبر ممكن حلها لو عرفنا السبب بدون أدوية، بمجرد بس التغيير في النظام الغذائي. ودي بتعتبر حالة بيستيقظ فيها الشخص أكتر من مرة بالليل للتبول، يعني أكتر من 5 أو 6 أو 7 مرات بيروح الحمام علشان يقدر يفضي المثانة. مع العلم دي بتكون أكثر شيوعاً عند التقدم في العمر عند الرجال والنساء. وكمان خلينا أقول لكم ملحوظة في غاية الأهمية، المشكلة دي بتختلف تماماً عن مشكلة سلس البول. سلس البول دي أو بما يسمى بالتبول اللا إرادي، يعني كده بنسميها بلل الفراش. في الحالة دي أو في المشكلة دي الشخص مش بيقدر يتحكم فيه البول، فبالتالي بيعمل بول على الفراش. ولكن مشكلة التبول ليلا الشخص بيتحكم في البول بس بيكون بيروح الحمام باستمرار. طب يا دكتور الحالة دي بتكون راجع نتيجة ايه او ايه اهم اسبابها؟ هنقسمهم مع بعض الى 4 اجزاء، اسباب مرضية واسباب فسيولوجية وكمان عادات خاطئة احنا بنعملها كل يوم، وكمان اخر حاجة اللي هي ادوية بتزيد المشكلة. أول حاجة الأسباب المرضية بتكون زي مشاكل متعلقة بالتهابات المسالك البولية. رقم 2 تضخم البروستاتا أو ربنا يحمينا الإصابة بسرطان البروستاتا. رقم 3 مرضى السكري أو عموما مرض السكر بيزود بشكل كبير التبول ليلا باستمرار. كمان رابع حاجة اللي هي الأمراض المتعلقة بالكلى زي حصى الكلى أو أمراض الكلى عموما، وكمان الفشل الكلوي، وبعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي زي شلل الرعاش، وأخيرا الإصابة بفشل القلب الاحتقاني. دول بالنسبة للأسباب المرضية. أما من حيث الأسباب الفسيولوجية زي الحمل وزي كمان التقدم في السن أو الشيخوخة وكمان سن اليأس، دي بالنسبة للأسباب الفسيولوجية. وتالت حاجة العادات الخاطئة، زي ان احنا مثلا بنقعد نشرب يعني زي الحاجات اللي بتزود البول او تعمل اضرار للبول زي الشاي، القهوة، النسكافيه، ان الحاجات دي بتحتوي على مادة الكافيين فبالتالي بتزود البول. كمان ايضا كثرة تناول الحمضيات قبل النوم زي البرتقان واليوستفندي، ايضا كمان تناول المية بكثرة قبل النوم ده بيساعد بشكل كبير على إضرار البول أو إن احنا نخش الحمام كتير. وكمان أيضا حضراتكم تناول وجبة العشاء متأخر دي بتساعد بشكل كبير. وكمان أخيرا تناول الأكلات اللي بها توابل دي بتساعد بشكل كبير على إفراز البول فبالتالي بتروح الحمام كذا مرة. نيجي لآخر جزء اللي هو الجزء الرابع من حيث الأسباب اللي هي الأدوية بتزود المشكلة زي أدوية الضغط. علشان كده بنصح حضراتكم أدوية الضغط طبعا مع الدكتور لما يجي يوصف لك العلاج لازم ناخده في الصبح، ما ناخدوش قبل النوم علشان نتفادى هذه المشكلة. لأن في العادي أو في الطبيعي الشخص يقدر ينام متواصل من 6 ل 8 ساعات دون الحاجة للتبول، دي في الحالة الطبيعية. أما في وجود هذه المشكلة في خلال من 6 ل 8 ساعات الشخص بيروح الحمام أكتر من زي ما قلت لحضراتكم من 4 أو 5 مرات، ودي من أحد العلامات الدالة. أما من حيث أشهر الأعراض الاستيقاظ المتكرر كل ليلة اللي بترتب عليه النعاس، التعب الشديد، الإرهاق، ضعف التركيز والذاكرة، علشان طبعا بسبب انقطاع دورة النوم علشان مش بننام بعدد ساعات متواصلة. كمان لو أنت حضرتك كبير في السن وبتروح الحمام كذا مرة هتبقى عرضة للكسور زائد المشكلة دي، فبالتالي طبعا دي بتكون مشكلة أكبر. كمان من بعض الأعراض إنه بيؤثر على هرمون الكورتيزول فبالتالي بيؤثر على المزاج مما يؤدي إلى الشعور بالانفعال والعصبية. كمان من بعض الأعراض بيؤدي إلى اضطراب سكر الدم مما يترتب عليه إن أنت تاني يوم مباشرة عايز تاكل كربوهيدرات بسبب قلة النوم. وعند الرجال يقال انه بسبب تضخم البروستاتا هو ده اللي بيؤدي لظهور هذه المشكلة، انما لا، حتى لو احنا عالجنا التضخم ده يعني من النادر هيساعد في حل هذه
المشكله. كمان البعض الاخر بيقال انه بسبب فرط نشاط مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتحديد احد انواع هرمون التستوستيرون هو ده اللي هيسبب التضخم. طب ازاي نفسر تراجع مستويات هرمون التستوستيرون مع التقدم في السن او التقدم في العمر في حين يزداد تضخم البروستاتا مع التقدم في العمر؟ هو اصلا مرضى السكري في جميع الحالات بيعانوا من التبول المتكرر. طيب يجي كمان حد يسألني سؤال، هو اصلا يا دكتور مرض السكر يفرق ايه عن غيره؟ ارتفاع مستويات السكر وكمان ارتفاع مستويات هرمون الانسولين باستثناء مرضى السكري من النوع الاول. والدليل لما عملوا دراسات على الكلاب بعد حقنهم بالانسولين ايه كانت النتيجة؟ كانت ازدياد كبير في كمية التبول. الدليل التاني حضراتكم ان اصلا هرمون الانسولين بيساعد بشكل كبير على تضبيط هرمونات الغدة الكظرية اللي بتكون مضادة لإدرار البول، يعني بتحبس البول. وبما ان الغدة الكظرية بتفرز الكثير من الهرمونات احدها ما بيعمل ان هو بيمنع ادرار السوائل، اما في وجود الانسولين ده بيساعد بشكل كبير على تظبيط هذا الهرمون مما هينتج بعد كده او هيحدث التبول المفرط. وكمان ارتفاع مستويات هرمون الانسولين دايما كده بنلاحظها في حالات فرط نشاط المثانة. كمان عايز اقول لحضراتكم كتير بيغفل الفحص ده اللي هو فحص ايه؟ الانسولين. فعلا طب الناس هتقول لي يا دكتور ما احنا بنفحص اللي هو مستوى سكر الدم، لان حضراتكم بنجهل تماما ان احنا نفحص مستوى الانسولين الصيامي. وفي المعظم حضراتكم في ارتفاع مستويات هرمون الانسولين بيكون دايما كده بيسبقه الاصابة بمقدمات السكري، وكمان بيرتبط ارتفاعه بمقاومة الانسولين. وقبل ما اقول لكم على الحل او العلاج او ايه هي افضل وسائل اللي هتساعد في حل هذه المشكلة، تعالوا نعرف مع بعض التشخيص لهذه المشكلة بتتم ازاي. اول حاجة اختبار سكر الدم لو حضرتك بتعاني من مرض السكري. تاني حاجة بعض اختبارات الدم، وطبعا الكلام ده بيحدده الطبيب المختص. كمان تحليل البول، وكمان اختبار بيسمى اختبار الحرمان من السوائل. الاختبار ده حضراتكم بيعمل ايه؟ بيميز بين السكر الكاذب عن الاسباب الاخرى اللي بتؤدي الى التبول المفرط. وايضا اختبارات المسالك البولية مثل تنظير المثانة اللي بيعرف باسم سيستاسكبي. ونيجي لاخر جزء في حلقة النهاردة هو الحل او العلاج. اول حاجة حضراتكم تغيير نمط الحياة اللايف ستايل. لو تفتكروا في البداية حضراتكم كنت قلت لكم ان الموضوع ده كله ممكن يتحل بسبب تغيير نظام الغذائي. طيب اول حاجة حضراتكم لو احنا مثلا متعودين على شرب المنبهات الحاجات اللي بتحتوي على الكافيين زي الشاي القهوة النسكافيه، نحاول نقلل الكلام ده بشكل كبير. كمان نحاول نقلل من تناول المشروبات الغازية، من المشروبات الحمضية، كمان من تناول التوابل اللي بتؤدي الى ضرر البول، وكمان ايضا من الطماطم والخيار. كمان ايضا حضراتكم نحاول ناكل وجبة العشاء تكون بدري شوية مش متأخر. كمان نحاول بشكل كبير نتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة في الليل، يعني ان احنا اصلا ناخد وجبة العشاء يكون بدري افضل، ما تزيدش بعد الساعة 7 بدل ما نقعد ناكل الوجبات الخفيفة. كمان نحاول بشكل كبير ان احنا ناخد ما يكفي من السوائل او نشرب ما يكفي من السوائل في النهار علشان ما نزودش الانسولين بالليل وتزود عندنا مشكلة التبول في الليل. ويفضل ايضا ان احنا نقلل من تناول الكربوهيدرات الى اقل من 30 جرام في اليوم، ده يعرف باسم نظام الكيتو دايت. كمان الاشخاص اللي بيكون عندهم مرض السكر يحاولوا بشكل كبير ان هم يظبطوا مستوى السكر في الدم او حتى يكون قريب من الطبيعي. الاشخاص اللي عندهم مشكلات في المثانة وكمان تضخم البروستاتا الافضل طبعا يزوروا الطبيب في اسرع وقت. وبالنسبة لي مشكلة تضخم البروستاتا كنت عملت عنها حلقة مفيدة جدا ومهمة جدا، ايه افضل حل لتضخم البروستاتا؟ اللي ما شافش الحلقة دي اجروا بسرعة اسفلكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وكمان ايضا تناول ادوية الضغط، لو تفتكروا في البداية كنت قلت لكم من بعض الحاجات اللي احنا بتزود المشكلة دي ادوية الضغط، نحاول ناخدها بشكل كبير في الصبح ما تتاخدش بالليل علشان نتفادى هذه المشكلة. واخيرا تناول بذور اليقطين مفيدة جدا، اتعملت عليها بعض الابحاث والدراسات قالت ان هي مفيدة جدا انها بتقلل افراز البول وبتكون حل جذري في حل هذه المشكلة. اتمنى اكون افدتكم في حلقة النهاردة، والحلقة لو عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك لسه جديد واول مرة بتشوفني ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. ولو في عند حضراتكم اي اسئله واستفسارات للحلقه دي والحلقات اللي فاتت اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا بجاوب على كل الاسئله. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.